كلنا بنتابع أخبار الحرب في غزة بشكل يومي تقريبا، وفي كتير مننا بيتابع الأخبار على مدار اليوم وبنشوف القصف الإسرائيلي الوحشي والتدمير والقتل. ولكن بمجرد ما حصلت الهدنة، الكاميرات كشفت حقيقة مرعبة زي ما احنا شايفين بالظبط دلوقتي في الفيديو. غزة تقريبا اتحولت لمدينة أشباح، القطاع اتدمر بشكل كامل، ما بقاش يصلح للسكن ولا للحياة. وطبعا كلنا عارفين انه الهدف من ده هو إجبار أهالي غزة على طرق أراضيهم. والحقيقة إنه الفيديو اللي بنشوفه مع بعض دلوقتي قدر إن هو يحقق ملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. مش بس كده، ده كمان عدد كبير من الصحف العالمية ووكالات الأنباء نقلته عشان تستشهد بيه على حجم الدمار الغير طبيعي واللي حصل نتيجة القصف الصهيوني الوحشي على القطاع. يا أبو سعود، يا ملاك الموضوع على كل حاجة. معنيين فيش اسمه دمار. شادي الشوة مليانة بسكوت. رشاد الشوة